يعني هل مثلا يعني يأتي شخص من الغرب ويخالف مثلا القانون في دولته في فرنسا أو في بريطانيا أو في إيطاليا أو في أمريكا، هل سيمر هذا الأمر مرور الكرام أم أننا سنجد الشعب يقف ضده والمؤسسات كذلك في الدولة تقف ضده؟ هم يعرفون جيدا أن القانون والضوابط هي ما يعني هي التي تنظم يعني أمور الدولة ولا تسمح بالفوضى. تذكر يا أخي محمد أن من قبل بالبرلمان في بداية تكوينه وقبل بحكومة الثني وبسفراء الثني في الخارج هم الغرب، سواء كان أوروبا أو كان أمريكا، وهناك حكم صادر في ليبيا من المحكمة العليا. كانت هناك نية حقيقية للغرب في يعني المشاركة في استقرار ليبيا، لم يكن لكان يعني توقف في التعامل مع هذه الجهة احتراما للقانون الليبي، وكذلك تعتبر ورقة ضغط لفرض سلطة القانون الليبي، ولكن هم لا يريدوننا أن نحل نزاعاتنا عن طريق القضاء أو عن طريق القانون، لأن في هذه الحالة لن يكون لهم دور ولن يستطيعوا رسم الخريطة أو رسم المشروع الجديد في ليبيا. ولكن هم ضربوا بالقانون الليبي في عرض الحائط، واعتبرهم أنا هم من صنع هذا البرلمان وهم من مكنه، وكذلك هم من مكن حفتر ودعمه بالقوة العسكرية. فلا يأتيني اليوم ويعمل على الاستقرار أو أنه يريد أن يثبت أن له. طيب، ولكن سيد مصطفى الأمر تغير.